الحاجة لتأمين المأوى لكل لاجئ دخل قصة الغربة. أنشأ مخيم الأزرق بجهود أردنية ودولية بهدف تخفيف الضغط على المخيمات الأخرى. يقع مخيم الأزرق في الصحراء الشرقية بالقرب من بلدة الأزرق شرق العاصمة عمان، ليكون خامس مخيم للاجئين السوريين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. استوعب مخيم الأزرق في المرحلة الأولى 50,000 لاجئ، فيما تصل طاقته الاستيعابية القصوى إلى 130,000 لاجئ. يوفر المخيم الاحتياجات الأساسية من مشرب ومأكل ومأوى وعلاج وتعليم لضمان الحياة الكريمة، وذلك من خلال برامج ترعاها منظمات إنسانية دولية متخصصة في شؤون اللاجئين. ومن بين هذه المنظمات العاملة في المخيم يبرز اسم منظمة أكتد الدولية التي تقوم بتنفيذ مجموعة من البرامج الهامة، ومنها برنامج الواش الذي يعنى بتوليد مياه صالحة للشرب، التخلص من النفايات السائلة والصلبة، برامج التثقيف الصحي.
وحدك ما بعرف وين بأي أنا بعب أي عين حبيتك ما بعرف وين بأي أنا بعب أي عين حبيتك ما بعرف وين بأي أنا بعب أي عين جرح بيتك والشوق انقال وليلات الحلوة عالبال خلي القلب يقول القلب رفقان احنا ووحدة حال حبيتك والشوق انقال وليلات الحلوة عالبال حبيتك والشوق انقال وليلات الحلوة عالبال حبيتك والشوق انقال وليلات الحلوة جيتها الله معك من مهام منظمة أكتد داخل مخيم الأزرق الالتزام بتوريد مياه صالحة للشرب للاجئين السوريين ويقوم فريق توريد المياه في أكتد بعمل فحوصات كيميائية وفيزيائية لصهاريج نقل المياه مع التقيد بمواصفات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الأردنية يتم إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية في موقع أكتد داخل المخيم بواسطة طاقم فني مؤهل لضمان جودة ونوعية المياه المقدمة للاجئين السوريين بالإضافة لجمع عينات أسبوعية من كافة أنحاء المخيم للفحص المخبري
وقفت قطورة لا تدري فوق الغيمة أين تذهب. جاءتها قطرات تجري، هيا معنا نركض نلعب. قالت قطرة ثمينة، كم أشتاق لأهلي، كنا في المدينة، ملغ بقدر يغلي. أما أنا سموني كفاح، على جبهة فلاح يحرث أرضه كل صباح، يعمل يعمل لا يرتاح. أما أنا سموني كفاح، كنت على جبهة فلاح يحرث أرضه كل صباح، يعمل يعمل